بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الباب التاسع عشر، باب التشديد في شهادة الزور. عن أنس رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، أو سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين. وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور، أو قال شهادة الزور. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس. وقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليهما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار. رواه ابن ماجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، سيد الأولين والآخرين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد والتثبيت في القول والعلم والعمل. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. قد رحمه الله تعالى: باب التشديد في شهادة الزور. معلوم أن مسائل الباب ومسائل هذا المباحث التي بين أيدينا هي عن القضاء وأحكام القضاء والتقاضي، ومر جملة من الأحكام، وهنا يتكلم عن الشهادات، ومنها شهادة الزور والتحذير منها. ومع الأسف أن بعض النفوس تضعف أمام بعض الحقوق أو أمام بعض متاع الدنيا والتنافس على حطامها والحرص على نيلها وتملكها ولو بالطرق الباطلة وأكل أموال الناس بالباطل. ولا شك أن من أشدها شهادة الزور، لأن شاهد الزور صلى الله عليه وسلم لا يدخل شيئا في حق في ملكه، وإنما يشهد لغيره. انظر كيف يصل الحال في هذه النفس المسكينة التي توبق نفسها وتريدها المهالك. يشهد زورا والحق لغيره، أو الحكم لغيره، ولا ليس حق طبعا، ليس حقا، وإنما يصل من أجل أن يحكم القاضي حكما لغيره. ولا أضل من هذا. ولهذا حده النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر، بل قال إنه أكبر الكبائر كما سوف يأتي. فقال عن أنس رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، أو
سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين، وقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور، أو قال شهادة الزور. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر. إذن هناك شيء من الذنوب اسمه الكبائر، ويقابل الكبائر الصغائر، يقابل الكبائر الصغائر. والواقع إذا تفكر الإنسان الذنوب كلها خطيرة، الصغير منها والكبير، لأن الذنب يعظم يا أخواني حينما يتساهل الإنسان. إذا استصغرت الذنب كبر عند الله عز وجل، لأن الذنب مخالفة والذنب معصية، فحينما تتجرأ عليه أو تستصغره وهو وإن كان معدودا في الشرع صغيرا لكنه صغير في جانب الكبائر، لكن أنت حينما تستصغر الذنب يكبر. ولهذا يقول العلماء لا صغيرة مع الإصرار، لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. فإذا استسهلت الذنب واستصغرته فأنت على خطر عظيم، يعني تأتي ذنوب وتقول هذه صغيرة، هذا مشكل، لأن ليس فقط المشكلة في اقتراف الذنب، المشكلة في تعظيم من عصيت، لأن المقام مقام صلتك بربك. فإقدامك على الذنوب واستسهالك لها واستصغارك لها هذا خطير، بل إن الله عز وجل لما ذكر صفات المتقين ذكر شيئا عجيبا في قوله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثم قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، يعني أتوا نوعين من الذنوب، أتوا وهم متقون مصوفون بأنهم متقون الذين لهم الجنة، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ثم قال ومن يغفر الذنوب إلا الله، ثم قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. على معنى أن كل إنسان عرضة التقصير وأن يأتي شيئا من الذنوب سواء كان كبيرة أو صغيرة، قد يقع الإنسان في كبيرة أو صغيرة، وهذا لأن ابن آدم خطأ، بل النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطأ، كل ابن آدم خطأ، ما لا أحد مستثنى. هذه كما يعبر الأصوليون والفقهاء هذه قاعدة كلية، قاعدة كلية، كل ابن آدم خطأ، كله لا يستثنى أحد، حتى الأنبياء عليهم السلام أخطأوا وأذنبوا وتاب الله عليه، لكن قال وخير الخطائين التوابون، بل قال عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا لأتى بقوم يذنبون ثم يتوبون أو يستغفرون فيغفر الله لهم. فإذا ليست المشكلة أن الإنسان قد يقع بالذنب، لا لن يتعمد إن شاء الله، لكن يقع بالذنب يحصل، المشكلة في استصغار الذنب واحتقاره والجرأة عليه. ولهذا كما قلنا في
كما قال الله في صفة المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. العلماء قال الفاحشة الكبائر، ظلموا أنفسهم الصغائر. فالمتقي العامد الزاهد صاحب قد يأتي به قد يقترف ذنبا وقد يكون كبيرا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم قال ذكروا الله. هذا هو مقام الإيمان، وهو مقام الخوف، ومقام المراقبة، ومقام المحاسبة، ومقام الإحسان. أنت عبد الله كأنك ترى ذكر الله، يعني أخطأ لكن ذكر ربه، يعني ذكر مقام ربه وخاف مقام ربه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، ولمن خاف مقام ربه جنتان. فالمقام مقام موقع ربك سبحانه وتعالى في قلبك، ومكانة ربك عندك. فاستصغار المعاصي والجرأة عليها هذا يدل على ضعف في الإيمان، ويدل على أنك لم تستحضر مقام الله عز وجل في الخوف منه ومراقبته وأليم عقابه وعذابه، وكانك يعني تكذب بوعده أو بوعيده أو برسوله أو بما جاء في الأخبار الصحيحة في الكتاب والسنة. كل هذه مستتبعات لهذه الجرأة على الله عز وجل. لكن ومع هذا لا شك أن هناك ذنوبا صغائر وكبائر، وحاول العلماء أن يحددوا الكبيرة ما هي. والله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر. فلا شك أن مقابل الكبائر الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني السيئات هذه هي غير الكبائر، يعني أقل منها. بل حتى نفتح على أنفسنا الآمال، الحمد لله وسعة رحمة الله عز وجل، الإمام أحمد ونحن في الحمد في هذا الشهر المبارك في رمضان، وكلنا مجتهدون في أن يعيننا الله سبحانه وتعالى على القيام بالعمل الصالح والتقرب إلى الله عز وجل في هذه الأيام الفاضلة، ولا سيما أنه اجتمع لكم أنتم شرف الزمان وشرف المكان في رمضان وفي مكة. متى يجتمع هذا لعبد من عباد الله؟ فينبغي أن تعرفوا المقام الذي أنتم فيه، والاصطفاء الذي اصطفاكم الله فيه حينما أكرمكم وجمع لكم شرف الزمان وشرف المكان مع الصحة والعافية والتعبد. هذه نعمة عظيمة. المقصود، ونحن كما قلت كما يحاول علماؤنا رحمه الله الأموات والأحياء وفر الله الأحياء، يفتح الأمال للناس حتى يقدموا على العمل، ولا أن يتكلوا على العمل. فالإمام أحمد يقول رحمه الله: كل المسلمين في الجنة، كل المسلمين في الجنة. قالوا: كيف يرحمك الله؟ قال: السيئات الله عفى عنها، في قوله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالله تكفل بتكفير السيئات، ومحمد صلى الله عليه وسلم، محمد هذا كلام الإمام أحمد، ومحمد صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فالكبائر شفاعي محمد، والسيئات تجاوز عنها الله، فالمسلمون كلهم في الجنة. لا شك أن هذا أمل عظيم، هذا أمل عظيم. لكن هذا لا يعني أن نتساهل. لماذا؟ لأن الآية قبل قليل سورة آل عمران
صفات المتقين، والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ثم قال ولم يصروا. والموت في الإصرار، الموت والهلاك في الإصرار، أن يصر العبد على الذنب، قد يتوب بلسانه أو يستغفر بلسانه ولكنه منعقد قلبه على مزاولة الإثم، هذا هو الإصرار. الإصرار قلبي، عمل قلب. الإنسان كيف يكون مصر؟ مصر يعني منعقد قلبه على معاودة الإثم. ولهذا العلماء حينما ذكروا شروط التوبة قالوا الإقلاع عن الذنب تركه، والندم، والعزم على لا يعود. شوف كلها قلبية، اثنين قلبية واحد حسي. الإقلاع هذا حسي تترك، الندم قلبي، العزم على أن لا يعود قلبي. فإذا اجتمع له الندم والعزم، الندم على 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 ما فعله والعزم على لا يعود، إذن هذا سلم من الإصرار. أما إذا تاب واستغفر بينما هو لم يندم ولم يشعر بالذنب ومنعقد قلبه على أن يعاود، سواء كان سرقة أو زنا أو ربا أو شهادة زور أو أكل أموال بالباطل، أكل أموال اليتامى، أكل الضعاف، الأرامل، النساء، هذه كل قضايا. ما حينما ترى في بعض الناس يعني مصر على هذه الذنوب، فالإصرار هو أن يبقى القلب منعقدا على العزم على معاودة الذنب، هذا هو الهلاك. وإذا قال ولم يصروا على ما فعلوا، فالإصرار عمل قلب، لأن أحيانا الإنسان قد يترك الذنب إما عجزا وإما بعدا وإما يعني طوارئ معينة، ظروف معينة، أو عنده من يخشاه أو يتقيه أو نحو ذلك، أو بينما منعقد أن قلبه لو تهيئت الظروف سوف يعود، هذا هو الهلاك. هذا فرق بين ومن يتوب توبة صادقة ثم يعود، لأنه قد يعود الإنسان ولو كانت توبة صادقة، هذا غير مصر. يتوب توبة صادقة بالفعل ويندم ويبكي ويعني وعزم، لكن قد يغلب الهوى ويعود، هذا ليس مصرا، بمعنى أنه فعلا وقع في ذنب وتاب وانطرح بين يدي الله عز وجل وبكى وأتى بأعمال صالحة وخيرية وإن شاء الله حسناته ما حد سيئاته إلى آخره، لكن جاء ظرف وغلبه الشيطان فعاد، عليه أن يعود التوبة، لا يجعل للشيطان عليه طريقا، لأن الشيطان يحب المداخل هذه. ولهذا جاء رجل الحسن فقال رحمك الله إني أصبت ذنبا، قال استغفر، قال وآخر قال استغفر، قال وآخر قال استغفر، قال إلى متى؟ قال إلى أن يكون الشيطان هو المدحور، استغفر لا تيأس أبدا من التوبة أبدا، على الرغم قلنا نحن الندم والعزم والإصرار، لكن أبدا هذا لا يمنعك من أن تصر على التوبة. يعني مهما كانت تتوقع أن الظروف قد تضغط عليك كما يقال، أو المغريات أو الهوى أو قرناء السوء أو نفس الأمارة بالسوء أو نحو ذلك أو جواذب السوء، اجتهد أن وتعزم على أن تتخلص. بل الله عز وجل قال في بني إسرائيل مما يدل على 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 حرص أن يكون القلب حيا، الحرص أن يكون القلب حيا ولو وقع فيما وقع فيه. الرجل يقول في بني إسرائيل
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ما معنى يتناهون؟ يعني ينهى بعضهم بعضا ولو كانوا واقعين في المنكر. يعني ولو كنت واقع في المنكر انهى غيرك. فعلى فعليه مسؤولية الإنسان أو المسلم عليه مسؤوليتان، مسؤولية أن 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 ينقذ نفسه وأن ينقذ الآخرين ولو كان واقعا هو. لماذا؟ لأن ديننا يريد منا أن تبقى المنكرات منكرات ولو اقترفها الناس. النهي عن المنكر ولا المعروف ما هي فائدته؟ له فائدتان طبعا أساسية وفوائد أخرى كثيرة جانبية. فائدة الأولى أن يزول إذا أمكن، يزول المنكر ويفشو المعروف. الفائدة الثانية أن يبقى المعروف معروفا والمنكر منكرا، لأنه إذا قام سوق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عرف الناس المعروفة وعرف المنكر ولو كانوا يتعاطونه. حينما تأتي المنكر وأنت تعلم أنه منكر هذا مهم جدا، بخلاف لو أن يسود الناس الجهل صلى الله عليه وسلم ويأتي المنكرات ويظنون أنها مباحات. ومع الأسف أن هذا موجود في كثير من الشعوب الإسلامية، يأتون المنكرات ونظرا لعدم وجود المنكر يظنون أنها عادية، بل حتى قد تصل بعضها إلى صور الشرك كما سوف نتكلم عن قوله الشرك بالله. هؤلاء الذين عند القبور ويطوفون بها ويذبحون لها هذا أمر خطير، بعضها قد يصير خروج من الله، ومع هذا اعتادوها. وإذا أنكر المنكر استغربوا، يعني استغربوا جدا. لماذا؟ لأنه لم يوجد منكر، لأنه ما تناهوا عن المنكر. المقصود أن التناهي عن المنكر ليبقى المنكر منكرا ولو ارتكبه الناس. أما إذا لم يتناهوا يرتكبونه ويظنون أنه مباح. فمن هنا يعني كانت هذه الأمة خير أمة، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، خيريتها في هذا. أما إذا تركت هذا ذهبت خيريتها. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون النساء والرجال يأمرون المعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله ورسوله ويقوم الصلاة ويؤتوا الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمه الله. فالرحمة مرتبطة بالمعروف والنهي عن المنكر مع البقية. المقصود هو أن هناك كبائر وهناك صغائر كما قلنا، يعني أو كما يعني هذا أن نقول اجتهد العلماء في أن يحددوا معنى المراد بالكبائر، ما هو الفرق بين الكبيرة والصغيرة، حدود الكبائر. فقالوا إن الكبائر هي ما ورد الحديث فيها والتحذير فيها بلعن أو نفي إيمان، مثل لعن الله من لعن والديه، لعن الله زوارات القبور، لعن الله من غير رمان الأرض، لعن الله من ذبح لغير الله، أو نفي إيمان، لا إيمان ذلك من لا مانة له، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، أو بوعيد بنار. قالوا إذا جاءت المعاصي موعود عليها بنار أو بلعن أو بنفي إيمان هذا يدل على أنها من الكبائر، أنها من الكبائر. أو أخبر النبي أنها من الكبائر كما قال اجتنبوا السبع الموبقات،
معدة. أشرك بالله رب الوالدين وأكل الربا والزنا وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات، هذه كبائر. وأيضا هنا شهادة الزور من الكبائر، فما جاء التنصيص عليه إنه من الكبائر كبائر. وما أيضا جاء الوعيد عليه بلعن أو توعد بالنار أو نفي إيمان فهذه أيضا من الكبائر. والعلماء ألفوا كتبا في الكبائر، ابن حجر ألف، وابن حجر الهيثمي ألف، والذهبي ألف كتب كبيرة ذكروا. فقال السبع، جاء في حين السبع، قبل عام السبعين بل هي إلى السبعمائة أقرب، ليست قليلة. وذكر الكل ورجعوا إلى هذه الكتب ذكروا فيها، عددوا فيها الكبائر، ومنها أيضا خصال المنافق، ما هذه من الكبائر، إذا حدث كذب، وإذا خاص فجر، وإذا عهد غدر، وإذا تمن خان، كل هذه من الكبائر. قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر فقال أشرك بالله. لا شك أن أكبر الكبائر شرك بالله، وأعظم الذنوب شرك بالله، وهو أعظم ذنب عصي الله به. ولهذا جاء ابن مسعود أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والله عز وجل يغفر جميع الذنوب إلا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وما يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، والآخر وما يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. والشرك في حقيقته لما نتكلم قليلا عنه، لأنه قد يبتلى في الإنسان أو ما يعني يدرك أبعاده وبعض صوره قد لا يتنبه أنها من الشرك. قال العلماء الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. شرك يعني إشراك، يعني تجعل مع الله أحد، أشركت مع الله غيره، جعلته يعني شريكا، أعطيته شيئا من خصائص الله، هذا الشرك. المشرك يعبد الله، المشرك يعبد الله لكنه يعطي غير الله شيئا من خصائص الله، بمعنى لم يوحد، لم يفرد الله، لم يفرد الله بحقوقه، وإنما أعطى بعض حقوق الله لغير الله، هذا هو الشرك. فسمي شركا يعني إشراك، جعلت لله شريك. إذن الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، يعني ما هو حق الله، ما هو حق، ما هو محض حق الله. الذبح مثلا لا يجوز للمسلم أن يذبح لغير الله أبدا، مهما كان مقام هذا المذبوح له، كان نبيا أو ملكا أو وليا أو مهما كان مقامه لا يجوز أبدا. فذبح لغير الله شرك، مخرج من الملة أن تذبح لغير الله، والذبيح حرام ولا تؤكل، والذابح مشرك، بمعنى أنه أعطى حق الله لغير الله. وأنت تقرأ قل إن صلاتي ونسكي ذبيحتي ولربك فانحر، فصل لربك وانحر، يعني أن انحر لربك، كما تصلي لربك تنحر لربك، وكما أن الصلاة لله النحر لله. ولهذا من يا إخواني من شدة ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من حفظ حق الله عز وجل أن لا تذبح لله في مكان يعظم فيه غير الله،
أو فيه شيء من أعياد الجاهلية أو أوثانهم أو رموزهم أو مقاماتهم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة. بوانة موقع جهة جنوب مكة، يعني أذبح لله. وقال أذبح إبل لله طبعا. إني نذرت يا رسول الله، إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة من مكان هذاك، جهة الليث وجهة قريب من جهة يلملم الميقات اليمن وجيزان. إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هل فيها وثن من مثل الجاهلية؟ قال: لا. قال: فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: إذن أوفي بنذرك. مع أن ذبح لله، لكن حفظا لمقام الله ومقام حقه والبعد عن وسائل الشرك وذرائع الشرك نبه على هذا. فلو ذبحت ذبيحة عند قبر وإن كانت لله لا يجوز. قد يكون مشركا لكنه وقع في ذنب، في ذنب عظيم. أن تذبح لله في مكان يعظم فيه غير الله لا يجوز. أو في عيد فلان الولي الفلاني لا يجوز، وكل لله لا يجوز، لأن هذا تعظيم حقيقته ترى، تعظيم لهذا الشخص أن تذبح في وقت في موعده. وكل ليس شركا أن ذبحت لله، لكن ذبحته بمناسبة هذا اليوم أو التاريخ أو المقام أو المكان أو الضريح إلى آخر. إذن أكبر الكبائر الشرك بالله عز وجل. من ذلك مثلا أنواع العبادة: النذر كالذبح، الخوف، طبعا الخوف حتى يتبين حق الله والخوف الجبلي، الخوف نوع من أنواع العبادة، بمعنى أن المسلم لا يخاف إلا الله عز وجل. لكن ما هو هذا النوع من الخوف الذي هو عبادة؟ الله يقول: إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وخافوني إن كنتم مؤمنين فلا تخافوا غير الله عز وجل. لكن في خوف فطري وجبلي، وهو الإنسان طبيعته يخاف من الظلام، يخاف من الظالم، يخاف من الأسد، يخاف من شخص أقوى منه، يخاف من المجموعة، يعني ممكن لو يتوجه إلى مجموعة ولا لصوص، مجموعة لصوص يخاف، أو قطع الطريق يخاف. هذا الخوف لا إشكال فيه، هذا ليس ما طبيعي وجبلي. ولهذا الله عز وجل قال في موسى: فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لن تخف. يعني لما شاف السحرة وشاف يعني البشر وشاف مكر السحرة وما أتوا به قال الله عز وجل: وأتوا بسحر عظيم، فهاب الناس ومنهم موسى عليه السلام، فأوجس في نفسه خيفة. فهذا الخوف لا إشكال فيه، هذا طبيعي جبلي. وأيضا إبراهيم عليه السلام لما جاءت الرسل فأوجس في خيفة، قال: لا تخاف. حتى لوط أيضا خاف، قال: لا تخاف، إن رسول ربك لا يصل إليك، لأنه جاءه الملائكة هؤلاء بصورة يعني ما عرفهم وهابهم وخاف منهم الخوف الجبلي والطبيعي والفطري. هذا لا إشكال فيه. الخوف اللي حق الله هو أن تخافهم في شيء لا يقدر عليه إلا الله،
مثلا فيما يبلغون أن بعض الناس الذين يعظمون الأضرحة والأولياء أنه لو قيل له احلف بالله يحلف، لو قيل له احلف بسيدي فلان ما يحلف، لأنه يحس أن 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 كأن هذا أقدر على أن يوقع به ما يوقع من الله عز وجل. يحلف بالله ولا يحلف بالضريح بصاحب الضريح. هذا 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 نوع من الخوف الذي لا يجوز. هذا هذا مقام الله وحده. إذا خوف غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا هو ممنوع. المقصود أن الشرك هو أن تصرف لغير الله ما هو حق الله، حق الله وحده، فهذا هو الشرك. ويا أخواني ترى الشرك دقيق، لا تظن الأمر سهل. الله يقول وما يؤمن أكثرهم بالله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل. لأنك فعلا لو 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 رأيت أحيانا في بعض الناس أو حتى بعض النفوس أو بعض الأحوال أنه يعظم غير الله أو يعظم الأحوال أو الظروف أو الأمراض أو الأشياء أكثر من تعظيم الله عز وجل، وهذا مشكل. وما يؤمن أكثر بالله إلا مشركون. ولهذا ولا مانع عن أن نطيل قليلا في هذا، وبخاصة القرآن. القرآن تحدث عن الشرك حديث طويل طويل جدا، حتى قيل لمحمد صلى الله عليه وسلم حاشاه، قيل له لئن أشركت ولقد أوحي إليك، وإلى الذين من قبلك الأنبياء يعني، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن. وحاشاه أن يشرك، حاشاه أن يشرك. لكن من خطورة الموضوع، بل قال الله في الأنبياء في سورة الأنعام لما ذكر جملة من الأنبياء، وأكثر آيات ذكر في الأنبياء هي هذه الآية الأنعام، وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك حسين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكل ما طلع على من 18 نبي، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهداهم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. إيش بعدها؟ ها؟ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أنبياء تكلم عليهم كثير، كلام عجيب هذه الآية. ولو أشركوا مما يدل على 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 غيرة الله عز وجل، على حقه وعلى شركه وإشراك به، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان محاشاهم. لكن مما يدل على ما يجب أن يحذره المسلم من 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 الوقوع في أدنى ذرة من الشرك، لأن تحبط الأمر كله، نسأل الله السلامة. ولهذا حينما حكى الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام في قوله عز وجل واجنبني وبني أن نعبد أصنا، الله إبراهيم يدعو ربه يقول واجنبني وبني أن نعبد أصنا، هم أنبياء وأبناؤه أنبياء، وهو أبو الأنبياء الثاني والثالث. قال إبراهيم النخعي لما علق عليه قال ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، ومن يأمن
البلاء بعد إبراهيم. إذا كان إبراهيم يدعو أن الله يجنبه أن الله يجنبه ويجنب أبنائه وبنيه عبادة الأصنام، فكيف من دونه وهم أنبياء؟ بل هو خليل الرحمن، هو الحنيف الذي أمر نبينا أن يتبع ملته، ثم أوحينا إليك أن يتبع ملة إبراهيم، ومع هذا هو الذي يخاف، وهو الذي أعلم براءته من قومه. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا إبراهيم، مفاصلة واضحة، خاصة ما يتعلق بحق الله عز وجل والغير عليه والحرص على تمييزه عن غيره. هذه ملة إبراهيم. المقصود أن 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 حديث القرآن عن الشرك، بل وقال الله عز وجل في سورة القصص في آخرها أيضا ولا في محمد ولا تكون من المشركين، قال إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة، فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، لا تكون مشركين ولا يصدنك. أحسنتم جزاك الله خير. ولا يصدنك عن آيات الله بعد أنزلتك، وادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. هذا خطاب محمد صلى الله عليه وسلم وحاشاه. ولا يصدنك عن آيات الله بعد أنزلتك، وادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجه. فلا تظنوا يعني حينما يقوم يحذر من يحذر من العلماء عن الشرك أنه اتهام للمسلمين في عقائدهم، أعوذ بالله، المسلمون على خير، لكنهم يتحدثون عن ما في كتاب الله ويتحدثون عن تحذير القرآن نفسه، بل حتى الملائكة، معنى الملائكة غير مكلفين، الملائكة غير مكلفين، عباد مكرمون يفعلون ما يمرون، ومع هذا قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وقالوا اتخذ الرحمن سبحانه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك عزيز جهنم. ملائكة وهم غير مكلفين، ومع هذا يعني حق الله عز وجل محفوظ وبصان، والله عز وجل يغار على حقه، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك عزيز جهنم كذلك يجزي الظالمين. وأيضا في محمد كثير قال في حقه عليه الصلاة والسلام في ولا تجعل مع الله إلها آخر، الله يخاطب محمد ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد ملوما خذولا، ولا تجعل فتقعد ملوما محسورا ملوما مدحورا، وذلك مما أحيك ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد ملوما مدحورا. هذا كله خطاب محمد صلى الله عليه وسلم في 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 نهي عن الشرك والكفر وحاشاه عليه الصلاة والسلام. وأيضا عباد الرحمن، عباد الرحمن ذكر خصائصه، معنا سماه عباد الرحمن، فقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خطب إلى أن قال والذين لا يدعون مع الله إلى آخر، ما يدل على 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 حساسية الموضوع وعلى خطورته وعلى وجوب الحذر منه.
فإذا كان عباد الرحمن جعل الله من خصائص معنا عباد الرحمن جعل من خصائص أنهم لا يدعون مع الله الآخر يدل على أن الموضوع خطير. هذا هو حديث القرآن التوحيد، حديث القرآن التوحيد وحديث القرآن عن الشرك، مما ينبغي للمسلم أن يعي جدا ويحذر وأن يكون على حساسية شديدة جدا من أن يعني يدخله شيء من يعني أن يصرف شيئا مهما كان قليلا لغير الله عز وجل. ولهذا قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. فالقضية خطيرة جدا، ولهذا كان أكبر الكبائر الشرك. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.